النشر على فيسبوك. نفتح فيسبوك من التطبيقات، نروح على الحالة أو ستيتس، فيظهر لنا كتابة منشور أو رايت بوست. إذا ظهر الكيبورد نحول لتكست ونكتب الحالة أو ستيتس. راح أكتب مرحبا كيف الحال، يتعرف النوت على النص ويحوله لخط رقمي، وعندها نضغط على نشر أو بوست. وبهالطريقة نغير الحالة أو ستيتس بقلم عربي.